بسم الله الرحمن الرحيم. كتيبة الشهيد رائد المصري التابعة للواء شهداء اليرموك تستعدوا للتصدي لقوات النظام المجرم. الله أكبر، انظروا، الله أكبر، لقد خذلنا العرب والمسلمون، ولكن الأسلحة تأتينا بفضل الله بالغنائم التي نحصل عليها بجهودنا، وليس معنا إلا الله. لا نريد حلولا سلمية، فليعلم العالم أجمع أن الحل العسكري هو القائم على الأرض. لا نريد حلولا سلمية، لا نريد حوارا مع قوى النظام وغيره. الله أكبر، الله أكبر.